لا أنا من مسكت ما تدخلت في لسته. والله أنا شخصياً أحس إن آخر سنتين يمكن هاي السياسة تغير. بيجي منقوله المنتخب في الطريق الصحيح. إن شاء الله قاعدين نشتغلوا على الشيء هذا. يمكن نغيروا بعض مراكز لاعبين عشان نغطي الفراغ بتاع اللاعبين هذا. طبعاً سمعت هاي الأمور. أكيد أنت إحنا عايشين في وسط الرياضة يعني في وسط السلة. في كل فريق في كل بلد أي فريق أي منتخب عنده نقائص وإيجابيات. لا هو ما في شيء خطأ قاعد يصير فيعني نفس ما يقولون كفى ووفن. خصوصيات العمل أنا عندي هاي مبدأ. سهل علينا نستسلم بس انتهت السالفة كذي. سهل علينا نقول خلاص. سهل علينا نيأس. قرار الشخصي ما بتكلم عنه يعني بتكلم عنه. هو لازم يتكلم. وسهل علينا نتعذر. ما أقدر أحدد أو أقيم المدرب. بس تعرفون شنو الصعب؟ قلت لك ما بجاوبك. الصعب إن نتنازل عن شيء بنيناه وشيء كبرنا معاه. أكيد بتستغرب سيء طبيعي. المهم في كل ذي لازم نعرف شلون نتجاوز وشلون نبتدي من جديد. إن شاء الله يبدأ فوز هنا في البحرين وبعدين game by game we take it. كلكم فيكم خير وبركة وأنا فخور فيكم من غير ولا شيء. اللي أبغي منك الالتزام مع المدرب والطاقة. بتكون أول مرة على يدكم وإنجاز وبيكون هذا إنجازكم. ما بيتأثر في أحد. لا إحنا نتدخل في قراراته ولا نقدر نأثر عليه. المنتخب والكلام فيه وايد. تكلمت عن أشياء باقي بعد أشياء بس أهم شيء عشان نحقق ونحافظ على اللي نقدمه لازم نعرف شنو نحتاج وشنو مشاكلنا. استقطاب اللاعب المحترف هاي وايد يعني لا ترعود خصوصاً إذا كان لاعب واحد يعني يقدر شكل 40% من مستوى المنتخب و 35% من مستوى المنتخب و 35%. يحتاج تخطيط أحسن سواء على مستوى الجهاز الفني ولا الإداري. اتعامل ويا ميزانية اللي عندك. معنا طوال القامة وايت شفنا تقريبا نفس الأسامي. معنا نشوفه دائما نفس الأسامي متاع طوال القامة. ما في كثير طوال القامة. أعتقد عدم الاستقرار الفني اللي يصير في المنتخب مشكلة. مشكلة رئيسية يعني. تشوف فيه استقرار، تشوف فيه استقرار من ناحيتك، من ناحية اللاعبين، فمفروض ان احنا نشوفه موجود، صح؟ اكيد. يعني ما في شيء، ما حدث شيء ان اخليه مو موجود. اوكي. لانه ماشي على الفكر اللي انا ابغيه. اوكي. فاهم وجهة نظري. اساسيات الباسكت بول عندي. هو عنده الاساس الديفنس. وتشوفي فريقنا. المنتخب. بالمباريات في الديفنس. ما شاء الله عليه ويعرف يوظف اللاعبين. اوكي. اعرف ان السيستم اللي كانوا ماشيين عليه من سنين يمكن لليوم ان القائمه تروح حق المدرب جاهزه وهو يختار من هالمجموعه اللي يعني بتلعب في المنتخب. هذا يبين مصادر عندك. يعني معظم المدربين ما يكونون من بدايه الموسم موجودين في السيزون يشوفون اللاعبين. اللهم يعني نهاية الموسم يمكن نشوف في لاعبين بداية الموسم موسمهم زين في النهاية مو وين ظلم فما يكونون موجودين لاعبين اللي المفروض يكونون على حسب مستوياتهم في الموسم. حالياً السياسة تغيرت إن إحنا تعاقدنا مع المدرب طول السنة فالمدرب ما كان
حق فترة مؤقتة إنه ما كان يشوف الدوري. حاليا المدرب موجود والمساعد موجود كلهم يشوفون. فإحنا كلجنة كإداري المنتخب طبعا هاي اختيارات المدرب، في بعض الأفكار إحنا نضيف حق المدربين، في الأخير القناعة يعني قناعات مدرب إن من بيختار ال 12 من حق يسمونه المنتخب. كنا متواجدين صح كلامك صح. سوينا يمكن اختيار بتاع 24 بلايرز، اليوم ما نجمو نحكيه بس على اللاعبين اللي يتمرنوا، معنا كنا نحكيه على 24 بلاير وتغيرت الليست، كنا نحكيه على 12 لاعب تغيرت الليست. صحيح في لاعبين اثنين ثلاث ما تقدر تغير 10 لاعبين، صعب في كرة السلة مش غير 10 لاعبين. بذكرك ان احنا بنحط يدنا على الخلل، احنا أوكي. ليش ليحن ما عندنا أوكي. بطولة أوكي. شنو اللي قاعد يصير، يعني نبي نحط الاشياء قدامنا كذي نعم. في خريطة واضحة عشان نعرف احنا بس بعدين شلون يعني بنشوف الامور تمشي. أوكي. أنا بضيف إجابتك من الآخر. يلا. هو خطأ. بس لازم أخذ رزق. أنا أشوفه خطأ لازم أنت تصححها. لا لا. تأخذ الرزق في تصحيحها. أنا هو خطأ إني أنا تدخلت في التشكيل. زين. بس كنت لازم أسويها. لأن المدرب مو موجود. أعرف مو هاي المشكلة صح؟ أي وما حضر الدوري وما يعرف اللاعبين. أعرف مو هاي المشكلة صح؟ حلو تأخر لظروف ما ميزانية غيره وتفر مفاوضات. خلاص ندخل على التصفيات. اجتمعت أنا بس الحمد لله موجود المساعد راسل ونوح ومحمد حاجي لجنة المنتخبات ولازم نرسل لستة حق الجهة اللي رايحين لها عشان يسجلوه. ما في وقت. خذيت الرسك تشاورت ويا الإخوان وطلعت بالقائمة اللي فازت. توفقت بس إيه؟ خطأ. اي انا ما عندي مشكله في القائمه وما عندي مشكله من يسقط فيها، حتى الان ما عندي راي مع إيه؟ الايام بكون اراء أوكي. بس انا عندي مشكله في البروسيس نفسه إيه؟ اوكي، لان رقم واحد اليوم انت كرئيس لجنه منتخبات سواء كنت انت بناصر ولا اي احد ثاني نعم. اوكي السيستم غلط، البروسيس غلط، في له اسباب انا اتفهمها من ناحيه ان ما تبون تجيبون المدرب طول السنه الى اخره، بس اللي انا ابي افهم انه هل بنتم ماشيين على نفس لا. هاي السيستم لا. هاي يعني انت لازم تحط يدك في النهايه يتغير لا. هو في النهايه اكيد لازم يتغير، يمكن صارت في التصفيات الاولى وقبل المدرب ما يوصل، بس ما اعرف اذا للحين مستمرين بنفس الطريقه. والله انا شخصيا احس ان اخر سنتين يمكن هاي السياسه تغيرت، يعني اللي يؤدي في الدوري عنده فرصة إنه يكون في المنتخب. أنا لا أشوفه سواء كان فريق منافس أو غير منافس، ما أشوف أكثر اللاعبين خصوصا حتى الشباب الصغار يحسون إنهم يقدرون يحصلون فرصة في هذه المنتخبات. سواء عقب ما هاي السنتين خصوصا آخر سنتين تشوف إن السياسة تغيرت في المنتخبات، إنه أي لاعب يأدي أي لاعب صغير سواء مو بالعمر ولا بالاسم، فتشوف إنه عنده امل ان انا اقدر اوصل المنتخب. فانا هاي اللي اشوفه يعني. انا من مسكت ما تدخلت في لسته الا ذي المره، مجبور، انا مجبور. طالبينها الاتحاد الاسيوي انه يسجلون اللاعبين والمدرب ما وصل عشان يعطيني قائمه. حتى يوم كلمنا هو المدرب لما اصلا يوصل هو يروح ويشوف وهو لازم يختار لازم هو اللي يختار يشوف الدوري لازم يكون متى يمدي يشوف الدوري اذا هو ما يعني ما يحضر الدوري كله. لا في مدربين يكونون موجودين في الدوري السابقين او نيبه قبل بشهر على الاقل اللي قبل صار معاهم شيء. اي نعم هاي تاخر ما وصل، وصل قبل الاعداد بفتره بسيطه فخذيت الرزق. وممكن صارت ويا ضربة حظ إن مش لست طلعت صح بس مو معناته أنا صح. لا أنا أعترف أنا خطأ إيه؟ هذا مو بقراري في كل الأحوال خطأ صح؟ ما في الماء بس شنو مجبور بس ما تدخل في اللستة إذا هو موجود أو صاحب قرار. I take too much information living here watching too much games go to the clubs the practice and for me was very important take information. I have this information now. So it's good for us to be clear with the more important players, but in the same moment we have to remove and learning or looking for others. Oh, at the end, here there are new players, young players, future players for national team.
And I think it's a good idea because another players have to learn them. And they have to apport energy, they have to apport his talent, and of course, ambition. No? It's important remove, it's important advance, but at the end, the more important is to, from together, they, what is our idea. وجهة نظر مدرب وايد زين، عنده خلفية وايد زين على كرة السلة، وخصوصا الحين صار عنده خلفية في كرة السلة البحرينية لأن كان موجود أغلب الدوري، فيعرف لاعبين اللي يبيهم، فأتوقع أن مدرب بفيدنا في هاي الفترة، يعني في فترة المنتخب. The idea to take this option was clear from the first moment. Another thing is, you know, we have one process, conversation about in what situation, about everything, no? But the idea, the take this opportunity from me by myself for the first moment was very, very clear and positive. Clear and positive. أعتقد كروتي كمدرب ومتابعه من قريب مدرب خبرة كبيرة برشا وقاعد يتأقلم مع اللاعب البحريني، قريب للاعبين الكل، وايد قريب للاعب الكل، قاعد يعاون في اللاعبين الكل، وقاعد يبحث على تارجت أهداف قاعد يسوي فيها باليوم باليوم بالشهر بالشهر. وقول الفكرة بتاعه فكرة زينة وتمشيت وعطت ريزالت زين. The idea is to be one face, to have one face. Our face is defense, our face is run, our face is to be a committed team. Our idea is playing team and a play in honor for Bahrain. This is the idea from the first day. And we have to follow this. And the new players have to learn this idea and help for one day in the process to achieve this idea. وما أعرف إذا الفكرة اللي يتكلم عنها المدرب يقدر يحققها أو لا من بعد الإصابات. Of course, effect because they are important players or got to be important players for us, but this is the situation. صحيح. إصابات أول حاجة ذكر ثلاث لاعبين هامين جدا في المنتخب قاعد يأدون في دور كبير كبير برشا علي حسين صباح من اللاعبين الهامين واللي عندهم شغلة كبيرة في المنتخب. نتصور عشنا الفترة هذه كانت تتذكروا قبل رحنا لسوريا بإصابات حاولنا نغطي الإصابات هذا بلاعبين ثانيين الحمد لله وفقنا ربي إن شاء الله قاعدين نشتغلوا على الشيء هذا يمكن نغيروا بعض مراكز لاعبين عشان نغطي الفراغ بتاع اللاعبين هذا مع دمج لاعبين صغار باش يحاولوا يعطيونا موتيفيشن جديدة وإنرجي كبير أول نجم نقول أول قدومه من المنتخب وأول تصفيات بالنسبة لي ومقابلة هامة إن شاء الله ننجحوا في الأمور هذه وإن شاء الله اللاعبين أنا عندي ثقة في اللاعبين كل اللي موجودين قاعدين يتمرنوا سيريوزلي قاعدين حاضرين في التمارين صباح مساء ما في غيابات إن شاء الله يغطيوا النقائص هذوما. So we have been positive affronting this situation and other players have to take more responsibility. And this problem maybe is one opportunity for another player. This is the situation, and from this, and we have to be ready for the tournament to have players, and we have to be ready in this way. الأداء اللي قدمه المنتخب في البطولة الودية يخلينا نتفائل ويخلينا نطمح أكبر. نجم نقوله المنتخب في الطريق الصحيح. شفنا في الفترة هذه تقدم حتى في مستوى الترتيب العالمي حاجة زينة للفريق لاعبين صغار قاعدين يندمجوا في الفريق أعتقد بالنسبة لي أحسن فترات المنتخب البحرين وأعتقد الآن منتخب البحرين لازم يحقق إنجاز في كرة السلة الرجال. أنا حاليا أشوف أن الفريق أكثريتهم احتكوا فرق كبيرة في آسيا فرق في تصفيات كأس العالم احتكوا عارف يعني أشوفهم إن هاي الفكرة الثقافة تغيرت عندهم إن نقدر نحقق شيء ولكن نحتاج تخطيط أحسن سواء على مستوى الجهاز الفني ولا الإدارة. التخطيط يحتاج وقت وحق نقيم نجاح أي فكرة أو مشروع لازم نصبر بس
نفس الوقت عندي سؤال أبي أعرف إجابته الحين. إيش رأيك في موضوع المنتخب الرديف؟ منتخب الرديف مش تفهموا التارجت حقه. منتخب الرديف هو الأعمار ما بين 18 سنة و 20 سنة. خلص شباب راح الفيرست تيم يتمرن ما يحصل مباريات. حصل حتى المينيتس اللي حصلها صغيرة جدا. الهدف منه تعطي تمنح اللاعبين هذو الفرصة باش يقابلوا الفرق الكبيرة. اليوم لاعبين تلعب أمام الأهلي، أمام المنامة، أمام المحرق، أمام سترة، أمام كل شيء، يصير عنده موتيفيشن يحسن المهارات متاعه، يخرج المهارات متاعه، ويمكن يكون سبب باش يكون أكثر مينيتس في فريقه، وإلا يكون فيوتشر للكبير. اليوم منتخب الرديف عنا منه عبد القادر، اليوم منتخب الرديف عنا منه مرتضى، اليوم منتخب الرديف عنا منه عباس، أوكي، اليوم منتخب الرديف في أعمار صغيرة في السن، في 2 متر زي عبد الرزاق، في لاعبين، بس لازم وقت. فكرة ممتازة وأنا أؤيد هالشيء عشان اللاعب يتحكك أكثر، باكر عقب باكر وصل المنتخب الأول، يعني عنده خبرة، عنده احتكاك يتحاكك ويا لاعبين كواليتيين يتحاككون ويا المحترفين، فهاي خطوة ممتازة كانت إن منتخب الرديف يكونون في البطولة. يعني ماشين على ما إحنا نبغي، بس اللي مو مساعدنا تمرين مو بوايد، ما نحصل أوقات للتمرين، الصالات ما نقص في الصالات، بعض الفرق يعني تفاجأنا، وإحنا أظن وصلنا رسالة منهم نادي المنامة، مباراة وياهم جاينا بفريق الشباب ومدربهم قاعد في المنصة. رجعنا على المنامة عشان لا يقولون أنا مشخصنها. شوفوا أنتوا اللي قاعد يصير. أنا شلون بطور فريق رديف؟ شلون بصنع لي جيل إذا ما يحتك ويا فريق صح ولا قوي كحالة حال أي أحد في الدوري؟ بالنسبة لي الفكر الوطني، الفكر الوطني إذا كان موجود لازم يكون شمولي، بحيث يعرف ان هذا المنتخب اللي قاعد يشارك عليه مسؤولية راح يمثل الدولة في استحقاقات اخرى. يعني وجودك، وجودهم كأندية، وجودك كنادي، انت اصلا عنصر مساعد كبير لهذا المنتخب. يعني هو منتخب رديف حق، يعني حق المنتخب، مو بشهر يعني مفروض يخدم المنتخب عقب ايش كثر؟ يعني انا اقول خلال 3-4 مواسم هذا اللي بتشوفينه نجوم البحرين. اوكي. فانا اقول لك الشيء الوحيد اللي اغير في هذا الشيء، دام ان انا الحين مجبور ان العب اللاعبين الاساسيين، دخلوهم في الدوري رسمي. خلي النتائج محسوبه. دخلوهم كفريق 12 في الدوري. وخلي النتائج محسوبه، الحين النتيجه مو محسوبه. لو المنتخب نتيجته محسوبه وبياخذ فوزه مضمون، فوزه لا خلي فوزه مضمون. إيه؟ نتيجته محسوبة وانت بتطيح اذا المنتخب فاز عليك الرديف تلعبوا يا صح عدل ولا صح؟ لا فهم هذا استهزاءهم ان النتيجة مو محسوبة. فانا ما يهمني هو يستهزئ ولا يلعب عدل ولا، اللي يهمني اللاعب ذي نظرة المدرب انه يحتك ويلعب. ترى اللي انت تشوفينهم تمرين واحد في الاسبوع، واحد عقبها مباراة، اوكي مو بكافي. حلو، انا وياك في ذا الموضوع. انت اليوم تفكر في مستقبل هاي المنتخب الرديف، وفي انت شنو تقدر تطوره وفي شنو تقدر تطلع منه. نعم. هاي المشكله موجوده في ان كل الانديه بتحس ان هاي المباراه مو محسوبه، بس ما تحضر له مو بكامل، ما تحضر له بشباب، خلوها محسوبه. ما نقدر كذي يا كذي، يا انا مثلا عندي لاعبين بنش بعطيهم فرصه ان يلعبون، او انا بادز شباب شوي، او انا بلعب فريق بس الشباب. ليش اصلا الفكره ان لازم تشارك بال، عشان يعني يحتكون بلاعبين كواليتي اكثر ويعني وتحسن مستواهم. اوكي مو مشكله، خلي النتائج محسوبه، خلي النتائج محسوبه من ضمن الدوري ويدش في الركر، خلوهم هم الفريق ال 12. وشنو السبب اللي ممكن يخليهم اصلا ما ياخذون قرار انه يخلونها في الريكورد وتكون محسوبه؟ صعبه. صعبه، الانديه ما تتقبل هالشيء، ما راح تتقبله. لو انا القرار بيدي اسوي نفس اللي انت تقولي. هي لازم، لان انت في نهايه المطاف انت تفكر هذه مو بيدي، هذه القرار عند الاتحاد ولجنه المسابقات. انت تفكر كرئيس لجنه منتخبات، ايه؟ حط روحك اليوم مو رئيس لجنه منتخبات، حط روحك رئيس جهاز في نادي. ما برضى ان المنتخب اسمه منتخب قاعد تاخذ لاعب من عندي وتلعب ضدي فيه وتفوز علي. هم ما برضى. يعني احط نفسي صوبي، هل المنتخب ذي من وين؟ مو من الانديه.
انت قاعد تاخذ لاعبي وتبالي تلعب ضدي. بس في نفس الوقت يعني. بس في نفس الوقت هم مو براضين ان هم اليوم يشاركون. هاي ترى اللي صار مو بس وليش يعني ما تقولين مشكله نادي المنام ما عليه ليش ما تقولينها بطريقه ثانيه؟ ما يبون يجون مباراه ويتعبون روحهم ويلعبون الصف الاول واخر شيء المباراه هاي المحسوبه. هاي المنتخب تبع وين؟ تبع وين؟ تبع البحرين. يمثل من؟ يمثل البحرين. والانديه كلها وين؟ تمثل البحرين. فليش انا ما انظر من هالمنظور؟ هني الفكر، هني العقل. بس يعني العب وياه صح؟ أنا وياك اطوره لانه تطوره من تطوري. انا وياك ابو ناصر وياك وفاهمتك. اما احسب نتيجه بس لا ما بعرف. بس يعني بعد ساعات تعرف يعني في الدوري ومع الانديه، تعرف انت اشتغلت في نادي وتعرف الحماس اللي ياخذ أكيد الانديه وشلون هم يعني لو شنو فرصه هالكثير يبي يستفيدون منها. لو خلاص هاي التشالنج يصير في الدوري. حلو. ف إذا أهما ما وافقوا إن المنتخب الرديف يصير نقاط محسوبة ممكن أهما يفوز، أنا أقول لك يخلهم مجبورين يشاركون بهاللون. بس أحس إن أوكي الفكرة الحين توها متطبقة وقاعدة تمر، بس يعني أحس لازم في الفترة اللي بتي يكون في يعني ممكن مع نظرة ثانية مع المستقبل ممكن نشوف لها طرق أخرى. بالضبط. حلو بالضبط. بس إن هي أول مرة تطبق أو كفكرة جديدة، بس إنها يعني فكرة حلوة. فكرة اتحاد السلة على التنظيم خاطر البداية دائما صعبة وفيها عديد أكيد صعوبات، بس كيف تكمل الشيء هذا وتتشال الصعوبات مش يكون عندنا لاعبين في المستقبل يكونوا ينضموا المنتخب إن شاء الله. كابتن الحين إحنا أعرف إحنا مستعدين وعندنا استعدادات واستحقاقات قادمة. المباراة الأولى ضد الإمارات أعتقد مباراة بتكون على بعيد عن البطولة الودية. مباراة الإمارات بتكون على أرض البحرين، وأعتقد الإمارات ممكن أحد الأفرقة اللي خلنا نقول في الليفل نوعا ما مع البحرين في المجموعة. يعني هاي فرصة كبيرة إن أنت تبتدي دور المجموعات وأنت تلاقي الإمارات وعلى أرضك. الإمارات وعلى أرضك. صح كلامك، يمكن منتخب الإمارات من المنتخبات اللي قريب في المستوى مع بعض. بالنسبة لي الويندو ثلاث مراحل، لازم نعرف ثلاث مراحل. ومع أربع فرق ترشحوا اثنين للآسيا. بالنسبة لي في ثلاثة مباريات على أرضك، لازم الفوز على أرضك. بالنسبة هذه أولها، والبداية لازم تكون بفوز. بداية إن شاء الله يبدأ بفوز هنا في البحرين، وبعدين game by game we take it. طبعاً كلنا نعرف بعض، كل الأفرقة اللي في المجموعة تعرف بعض، لاعبين مع بعض. يمكن لبنان شوي أرفع منه بحكم خبرتهم، لاعبين في كأس العالم. بس الأفرقة المنتخبات الباقية كلها تعرف لبعض، واستعداداتنا قلت لك زينة، وإن شاء الله بيكون دافع لنا إن هي في أرضنا، وإن شاء الله بيكون الجمهور الداعم الأول لنا. لأن في عندنا في يعني في البحرين عندنا بتكون، فتكون خطوة زينة إن إحنا نفوز فيها حق الاستمرار، فبناخذ المباريات خطوة بخطوة. جمهور السلة وإن شاء الله يكونوا زي ما نشوف في الدوري، عايزينه بعدد غفيرة يساندوا الفريق، خاطر الفريق أعتقد الجمهور السلاوي وأقوى جمهور. أنا نقولها قبل ما جي هنا من تونس، أول رسالة كانت لي أقوى جمهور في السلة في الخارج هو جمهور البحرين. أنا نطلب منه يكون يزيد، خاطر هو الرقم واحد رقم. اليوم إذا كان شوفوا فول هاوس في مقابلة متاع منتخب، اللاعبين يعطيوا 2000% أكيد، هذا 100%. وشفنا الأجواء في الدوري، أجواء من أحسن أجواء. أنا اشتغلت في أماكن أخرى في الخليج، أحسن جمهور وأقوى جمهور جمهور البحرين، بس عايز فول هاوس في المقابلات هذه، خاطر اللاعبين ينتظروا في الفرص هذه، وإن شاء الله نفرحهم إن شاء الله. حالياً إيه؟ ألوم إيه؟ إذا حالياً ما حضروا أنا ألوم الجمهور. إذا يا حد بيسولف ويقول أنتم ما حققتوا، بقول له أنت ما تحضر، انت ما قاعد تشجع هالشباب اللي قاعد يستذبحون في الملعب، قاعد يوصلون مراحل ما حد وصلها، قاعد يسجلون تاريخ حق نفسهم وللبلد. يعني اذا تسمح لي انا بحملك في الفتره القادمه كل شيء، يعني انت مسؤوليه انت والجمهور اي شيء يصير في السله انا فبحملك مسؤوليه. انتوا سولفوا وانا تري شنو مجلسي ما ادري عنكم وكيفكم، سولفوا لين تقولون بس. المهم ان انا بحملك مسؤوليه عوده جماهير المنتخب ان شاء الله بطريقه او باخرى. انا عندي ثقه فيهم
واللي أشوفه في الشارع والناس اللي يسلمون علي ويشيدون في المنتخب واللي صار عندي ثقة فيهم بيهم وبيدعمون المنتخب وأول مساندين له إن شاء الله. الجمهور حضر والمنتخب على الإمارات فاز. أكيد الإمارات منتخب قوي يعرفوننا زين سنين هما هذا هما يعني تحسين إنهم على قولتهم إنه خلاص رئيسين يطلعت من الحفرة ويرجعون في المنافسة. بطولات الخليج الأخيرة اللي في الكويت صارت ألعاب المصاحبة أتوقع أتذكر نفس الشيء ما حد كان مرشح حق البطولة خذ البطولة فهم منتخبهم يعني كذي يعني ما أتوقع منهم شيء بس يسوون يعني يحققون فوز يبغون فوز منتخبهم قوي عندهم لاعبين خبرة لاعبين شباب زينين عندهم فأكيد منتخب ما يستهان فيه أوكي إحنا خذينا الفرق هم رجعوا في الجيم لأن منتخبهم زين وطبيعي يصير الأب أند داون في المباراة. والله أتوقع ترى يعني مباراة الإمارات من أسوأ المباريات اللي لعبناها بغض النظر أول شوطين أول شوطين ممكن كان فاجئناهم بس الثالث والرابع كان كنا مو متوافقين وفي أرض اللاعبين يعني بين جمهور إيش بس يعني مباراة لبنان صدق نوعا ما كانت صعبة بس أحس اللي قدمناه في النصف الأول يخلينا ما نقبل الخسارة بهالفرق. الخسارة من الأساس مو مقبولة بغض النظر عن الفرق الخسارة مو مقبولة أكيد بس الفرق ما يعكس مستوى المنتخب لأن أتوقع صار شوي استسلام وهي طبعا غير مقبول من اللاعبين صار استسلام أخذ الكواتا أتوقع وهي غير مقبول أكيد بس لا ننسى منتخب لبنان منتخب قوي يعني مو منتخب يستهان فيه منتخب رشح حق بطولة آسيا بس أكيد الشيء اللي صار مو مقبول أكيد يعني. مباراتنا كانت زينة وشوطين الثالث والرابع بعد نفس صادنا له الانهيار في بداية الثالث. قبل الشوط الرابع ترى احنا نواجه منتخب لبنان وصيف آسيا وخاصة من استراليا النهائي يعني منتخب قوي منتخب لعب كأس العالم قبل كم شهر. وبعيد عن كل ذي الحين من فينا ما يبي يعرف إذا سمانوح طلع من المنام زعلان. ما بجاوبك. لا لازم في جواب. كيفه؟ شيء خاص بينه وبين إدارة نادي المنامة. ما لي خص أنا. بالنسبة لي إن أنا أكون خارج أسوار نادي المنامة أي بتقول لي بالنسبة لي أنا شيء غريب بالنسبة لي شيء مثلا أوكي مو طبيعي بالنسبة لي إيه نعم لكن مثل ما تقول هم الإدارة الشباب يمكن كانوا مقتنعين في شيء وأنا مقتنع في شيء ثاني قناعات يمكن ما تتوقف نادي المنامة مع احتراماتي يعني نوح أعتبره رول موديل حق الباسكت البحريني بس نادي المنامة يمشي سواء نوح كان ولا غير نوح ولا رئيس النادي الحالي ولا اللي بعده ولا اللي قبله نادي المنامة ماشي النادي ظال الأشخاص تمشي كان عندنا أفضل اللاعبين وطلعوا من النادي بعد حققنا بطولات يعني أي نادي في البحرين ممكن يعتبر له نوح خسارة مو شرط المنامة نوح إداري كبير مو بانا اللي يقيمه نوح طلع جيال نوح مكتشف مواهب هو شيء غريب بالنسبة لجمهور المنامة أكيد يعني طول عمره كان في هالنادي يخدم هالنادي ولا فضل على اللاعبين على النادي ووقته وكل هاي بالنسبة لي هاي سنة الحياة بيوم بيكون في موقع أفضل في منصب أفضل ونوح وتواجده في المنتخب ترى يعني إضافة للمنتخب خبرته كل هالخبرة اللي عنده وأفتكر كان في المنام وفي المنتخب حزتها فأكيد وجوده في المنتخب ضروري بعده عن المنام غريب أكيد إحنا كجمهور مو متعودين لكن أقول لك سنة الحياة نوح وغير نوح الكل أي مكان في أي منصب تشتغلين في يوم بتتركين هالمكان بتروحين حق شيء أفضل إذا كابتن تحس ليش اليوم كابتن نوح اختار قرار أنه هو يكون خارج أسوار نادي المنامة قراره الشخصي
ما بتكلم عنه يعني، هو لازم يتكلم. هم طلبوا من عندي أمور مثلا، فأنا قلت لهم أنا إذا تبيني كرئيس جهاز راح أبي كذا كذا كذا. الشباب قالوا أوكي بنخبرك عقب يومين، ولكن عقب يومين طلع أنه أوكي الإدارة قالوا أن لا إحنا هذا الكلام مثلا مو موافقين. أمور أنت كرئيس جهاز تحتاج صلاحيات أن أنت تسوي الأمور كذا كذا، بس إذا أنت موقع فلان 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 فأنت ونص أنت بعدين شلون تقدر يعني أوكي. بعدين شلون يعني تقدر أنت مثلا كجمهور مثلا أو كإدارة بتلومني. أوكي شلون تلومني على شيء أنا ما أخذت سمونا قرار يعني أنت حين تبدأ تقول لي أن صار تعيين أحمد جان وأنت ما كنت راضي فيه ولهالسبب بس هاي كان سواء أنت أنت تبين شوف كابتن رئيس جهاز لازم مثلا أكون انفولف مثلا في الفئات أكون مثلا كل هالأمور أنه شنو نقطة اختلافكم مع بعض؟ فقط هذا وقالوا أن الشباب أوكي إحنا عندنا مكتب تنفيذي تعال إحنا نبي نقعد وياك قعدت معهم 1 2 3 1 2 3 مثلا انت لين انت يعني تبيني انا رئيس جهاز انا ما عندي اي مشكله. قلت لهم شباب سمونه كانوا موجودين، نائب الرئيس كان موجود، حالي لين كانوا موجودين، امين السن كان موجود، كلهم موجودين، امين السر كنا اي ما ادري متاكد ما اتذكر كانوا موجودين. انت اذا تبيني انا كرئيس جهاز انتوا تبون تتكلموا عن الاحتراف، اذا تبي تتكلم والله انا كذا 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 اوكي انت تحتاج نوح كلامك fair enough اشوف it's fair enough اوكي شباب بخبرك عقب يومين. عقب يومين صار تعيين كازروني لا لا ما صار خبروني لا اسمح لنا ان احنا الادارة لا مو موافقين كذا. قلت اوكي من حقكم وبس لا مو بس يعني معقولة قرار بهالحجم يتم اخذه بهالسهولة الا اذا مثل ما سمعنا انه كان في تخطيط مسبق حق الإدارة الجديدة إنها تمسك الفريق. أول تشوف إن أنت توزع كلام سيد نوح رفض ولا هم رفضوا سهلة السالفة خصوصاً في وسطنا يعني في وسط الرياضة اللي عندنا حالياً بالسوشيال ميديا إن سهلة توصل كلامه والله نوح رافض ولا كذا، لكن لا نوح بيقول في الاجتماعات المغلقة شنو صار ما بيقول 100% ما بيقول. ليش؟ أنا هاي مبدأ عندي إن هذا الشيء شيء أسرار من أسرار نادي المنام والعمل، فأنت ما تقدر تروح توضح لكل الناس إن شنو بالضبط يصير مثلا داخل هاي الاجتماعات المغلقة. هاي خصوصيات العمل أنا عندي هاي مبدأي. ما صار تفريط فيه، يمكن كان قرار شخصي بالنسبة لنوح إنه يستغني عن هاي الشيء بحكم إنه كان أورجنايزيشن مال ناس معينين وما صاروا في النادي، يمكن ما قدر يشتغل في الفترة الحالية. أنا شخصيا ما أشوف إنه في مشكلة من صوبي أنا ما كانت موجودة، وأنا كنت حاضر إنه أشتغل وياه الشباب الموجودين ما كان عندي أي مشكلة. إذا نوح ما كان عنده مشكلة فأكيد نادي المنامة هو اللي عنده مشكلة، وأنا كان ودي أسمع رأي رئيس النادي في الموضوع بس للأسف بعد اعتذر. قلت لك لا بس مجرد اجتماع 1 2 3 that's it يعني أهما هذا الاجتماع عقب يومين خبروني إن إحنا مو مقتنعين، عذرنا أمين السر اتصل فيني قال لي كابتن عذرنا احنا مو موافقين على الامور اللي شكرا. حلو ولا قالوا لك انزين اوكي احنا مو موافقين بس احنا نباقيانا هاي صار الكلام؟ لا هو قال لي احنا بالعكس كابتن احنا ما نستغني عنك امين السر ما نستغني عنك ولكن احنا نبي نستمر كذي. عرفت اقول لك احنا بال الأشياء اللي احنا خذينا فيها قرارات وسويناها وكل الأمور احنا بالإجماع إدارة نادي المنامة مو موافقين على مو طلباتك على أفكارك انت ولا أمور اللي انت قاعد تقولها. بس
زين فيعني جتك فرصه انت رفضتها او فهمتها انه ما يبغون نوح؟ هي لا جت فرصه ولا فهمت ان انا رفضت. عرفت اقول لك؟ هي السالفه انهم خلاص مو مقتنعين بافكارك ولا مو مقتنعين بالامور اللي انت قاعد تقولها. فبس انتهت السالفه كذي؟ بس انتهت السالفه كذي. ولا انه قالوا لك تعال وليش ما حضرت تمارين ولا وانت موجود واحنا نبغيك ليش ما صار؟ اذا ما صار معناته لا يبغونها من الله. اتصالات انقطعت وياي من عقب هذه خلاص. اوكي. كان رئيس النادي طرش لي شنو صار؟ شنو عرفت اقول لك؟ ولكن اظن انا يوم كنت قعدت في مكتب التنفيذي، هم اللي سموه مكتب التنفيذي، ما ادري انا اول مره في نادي المنامه يعني مكتب تنفيذي، انا عارف يمكن زين ما ادري حاليا موجود مو موجود، يمكن موجود بس حق ما ادري صراحه ما ادري، بس اكيد مكتب التنفيذي ما بيجي بيقعد وياي رئيس النادي يدري يعني لا ورئيس النادي يدري، ما يصير رئيس النادي الحين الحين رئيس النادي تبى تقول لي انه متفاجئ انه نوح وش صار وش ما صار؟ ما في قرار تنفيذي. ما في قرار يصدر من لجنه مدير تنفيذي وات ايفر رئيس النادي ما يدري عنه. لا يدري. فيعني لما خبرك شنو يبى يعرف شنو صار؟ انزين واللي صار في المجلس ما يفهمون ليه؟ ابسط شيء هو طرش لي ان انت ما اعطيتنا التصور مالك رئيس النادي، زين تصور مالك انا من عقب الدوري موجود افيلبل يمكن 3 شهور 4 شهور يعني موجود، تصور مالي انت اول ما تخلص الدوري قبل لا تخلص الدوري اذا انت انا ابي السيد مثلا انا ابي انت كشخص ابيك تشتغل معاي قبل لا يخلص الدوري، هذا اللي انا كنت اسويه قبل مثلا شهر 1 شهر 2 كل الامور تصور مالك والبلان مالك كامل كل شيء، تتكلم عن المدربين اللي بتجدد معهم ولا ما بتجدد معهم ولا اللاعبين من راح يكون، اكيد راح تتكلم اخر الموسم قبل لا يخلص الموسم، في امور تتغير في انتهاء الدوري يمكن بتشوفه اوكي لازم نسوي اجسمنت. اوكي انتوا كاداره ككل مثلا معي الكلام ما صار معي، عرفت اقول لك؟ ما صار معي، ف انتظرنا 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 يعني هاي الاشهر الاوف سيزن فهذا الكلام ما صار معي. الحين نفس ما نشوف ان الاداره الحاليه ما شاء الله محققين انجازات وايد ويا نادي المنامه، فهل تحس ان الاداره الحاليه كشباب او دماء جديده هم قاعدين يقدمون الافضل افضل من الادارات السابقه؟ صدقني سيد ما لا تقول ما وصلك هاي الكلام اكيد بيوصل، ولكن بينسفون العمل؟ لا، في ناس شوف في ناس 70% في جمهور المنام يدرون هالأمور، عرفت أقول لك؟ أن بينسفون عملك ما حد يقدر، ليش؟ لا أكو هم قالوا بقول لك كابتن الواقع دائما يفرض نفسه صح، بس هم يقولون أكو طلع نوح إيه؟ حققنا وين وين نوح من الموضوع واللي نوح اللي شايل الشغل ونوح اللي يسوي ونوح الأسطورة؟ هذا يخصه هو هذا الكلام ما يخصني أنا، عرفت اقول لك؟ يعني اذا هو اي شخص إن كان، طبعا انا ما بنقول من قال ولا من بيقول، اي شخص قال هذا الكلام هذا يخص نفسه، يعني انا شخصيا هذا الكلام لانه ما بياثر فيني، انا شخصيا ما بياثر فيني لان نفس العمل حاليا بسويه ويا المنتخبات. شوفي كل اداره فيها سلبيات فيها ايجابيات، كل اداره يعني لو اشياء زينه ومو زينه، هالإدارة نفس الإدارة نفس الإدارات القبلية، فحققوا أمور زينة، في أمور أكيد الكل يسمع عنها إيش قاعد يصير، فطبيعي أنا أشوف كل عندي أهم شيء الاستمرارية يعني، فإدارة شابة أنا مع الإدارة الشابة في كل الأحوال، في طاقات جديدة في أفكار جديدة، فمع الإدارة حين سواء هالإدارة أو اللي بتيها أو اللي قبلهم أنا مع الإدارة الشابة بشكل عام، لكن الإدارات تقيمينها يعني في سلبيات في إيجابيات في كل إدارة، فطبيعي. يعني الحين مثلا انت قلت لهم 1 2 3 نعم، الحين لو يرجع فيك الزمن بتعطيهم حق التصرف حق انت تكون في نادي المنامه؟ شوف في الاخير هم الاداره، عرفت اقول لك؟ يعني في اذا سواء هم ولا غيرهم الادارات هم شنو يحتاجون منك؟ خلون الفكره على الطاوله، سواء نوح نجف بيقتنع بالفكره ولا ما بيقتنع، لكن انا كنوح نجف اذا طلع اكيد بخدم نادي المنام يعني انا يعني الحين لو مثلا قالوا لك نوح نجف نحتاجك السنه الجايه تكون
رئيس جهاز كرة السلة في نادي المنامة، بتوافق؟ ما عندي أي مشكلة، أنا ما أظن عندي أي مشكلة. في الأخير سيد يعني مهما نروح ونجي، أوكي حاليا زمن الاحتراف، نعم، سواء حق الإداريين سواء حق المدربين، يمكن الكل ما يتوقع أن نوح يكون مثلا في نادي ثاني مثلا، بس زمن احتراف. انت اليوم بتقول لي نوح نجف اشوفه في المدينه واشوفه في الرفاعه واشوفه في اي مكان، عقلي وكل شيء فيني ما بصدق. ليش انا قاعد اقول لك من البدايه ان نوح نجف مو موجود في المنامه؟ هاي علامه استفهام، مو بس حقي، حقك انت، حق الجمهور، حق كرة السله في البحرين، حق و و و اي قلت لك لا مثلا اي اوكي يمكن في هالسنتين انا اي ناس في ناس كلموني طبعا اكيد في انديه كذا عندهم مشروع كذا ان عندنا مشروع كذا اوكي، ولكن الموضوع يمكن يما انا سويت روحي خلاص نسيت الموضوع ولا الطرف الثاني. ليش؟ لان انت قلبك في المنامه. اكيد سيدي يعني انا ولد نادي المنامه طبيعي يعني عرفت اقول لك انا واحد تربيت في نادي المنامه طبيعي طبيعي. اما في ناس يبون يقولون كلام ثاني والله هذا انه بيشكك ان هذا والله ما نادي المنامه ولا قالوا وصلك انه والله نوح نجف الحين قاعد يشتغل بكل قوته حق المنامه ما ينجح، قالوا وصلك. وانا حلفت انه ما في شيء شخصي ويا نادي المنامه وقلت لكم من قبل انا معاكم مو بضدكم، انا اي شيء فيه سله او رياضه ادعمه واكون فل سبورت. نادي قاعد يحقق لي، نادي انجازات خارجيه، ايش بيني وبينه؟ يعني ما تفكر انت بينك وبين نفسك؟ ايش بيني وبينك؟ لا تعيشون في وهم نوح اللي واهمين روحكم فيه غير صحيح. لا محمد العجمي اللي اثر عليه نوح، ولا نوح صاحب قرار في اللجنه. مو تعرف ممكن سبب هاي شنو؟ تعرف المثل اللي يقول عدو عدوي صديقي؟ ممكن هم يشوفون هاي الشيء ممكن ينطبق عليك، لان لما حلو. كنت في الرفاع كان خلافك مع نوح كان واضح وما يتجادلون عليه اثنين، حلو اوكي واستمر هاي الخلاف. ما في خلاف اوكي، مو خلاف يعني نديه. اوكي نديه اكو خلاف، اطلع في مقابله اقول افضل اداري نوح، انا طالع قايل افضل اداري نوح عادي. تقدر تقول هاللون في الاعلام. ما جامل انا هدى، ما جامل انا، ما يعني انا ما الحمد لله ما خاف الا من اللي خلقني. ما جامل نوح طلع من نادي المنامه، نعم، وفجاه تم الشمل ابو ناصر ونوح. حلو، فشنو؟ أي. عدو ما عندنا شغل الا المنامه نحط عليه. هادين امورنا يعني اهدافنا وتحقيقنا في المنتخب ونركض ورا المنامه، نبي نخليهم ما ينجحون. يعني شنو اللي جمع ابو ناصر بنوح من عقب اللي صار؟ المنامه. شلون المنامة؟ يعني هم الناس يعني احنا الاثنين متفقين ان ما نحب المنامة. والله العظيم ما بيحلف، يمكن اثنين نحب المنامة اكثر من اي منامي يا جماعة. يعني صراحة المنامة على اللي قادمه ما يقدر واحد ما يحب. اوكي انا ما احب المنامة، اوكي ما احب المنامة، ايش لا خلي مصطفى يوقع وياهم، كنترول كان بيدي صح ولا لا؟ فكر شوية قبل لا تسولف. ما احب المنامة ليش اسامح نادر؟ ما احب المنامه ليش احضر له مباريات؟ شنو اللي ممكن يقنع نادي المنامه؟ انا ما اعرف اذا هاي كان حقيقه ولا لا، ما ندخل في نوايا الناس، ولكن شنو اللي ممكن يقنع نادي المنامه ان نوح اليوم فعلا ما يشتغل ضدهم؟ مو بلازم يقتنع، المهم انا مقتنع. انا عندي هدف ونوح عنده هدف. مو بيايين نرضي الناس. انا جاي ارضي واحقق للبلد. ما بدور رضا حد. شغلي هو اللي يمكن قالوا زين وش يغير في الموضوع يعني؟ وش بيغير مثلا في نوح ولا شو يغير في الموضوع؟ هل بيغير انه هذا بيقول اوه والله اكون نوح وين مثلا اشتغل ضد نادي المنامه، ولو كان يشتغل ضد نادي المنامه كان ما بينجح يعني هو. هذا لو عندنا مثلا يعني ما تشوف في شيء ملموس، في شيء اثبات ان نوح نجف قاعد. عرفت شنو نوح يقول؟
بس حاليا من بعد الاعتذار والتعاون الجديد يفترض ما نسمع أي شيء عن خلافات المنامة مع الاتحاد مع المنتخب، ولازم هالتعاون يتم الالتزام فيه. وصح نوح مو مع المنامة بس في المنتخب له دور كبير. 100% أنا موافق 100% أن أنا أكيد وناصر من الناس اللي تربطني علاقة قوية معه، أكيد كأخوة تربطنا علاقة قوية معه، مو من الحين حتى يوم كان في الرفاع يعني، بالعكس تربطنا علاقة جدا أخوية. أكيد قدر وناصر قدر إمكانيات نوح إنه شلون يقدر يستفيد من نوح في المنتخبات وهذا، وعطانا كل واقتنع في شغل نوح، كان مقتنع. فمن كذي حاليا نشوفه. شوف من كذي أنا أقول لك المنتخب يعني لاعب، يعني أي لاعب ما بنشوفه في المنتخب، أي إدارة ما بنشوفه في المنتخب اللي كان كفاءة، وهي اللي إحنا قاعدين نقوله يعني إن المنامة حساف النفر في نوح. هاي أنا أقول أو خسارة. أوكي أنتوا كإعلاميين، أنتوا كصحافة، أنتوا مو فقط نوح نجف، أنا يمكن أقول هذين اللاعبين كلهم هذين يحتاجون تخدير. ترى الموضوع كان طويل، بس اللي أبي أقوله الحين هو فعلا يحق للمنامة التغيير، واللي قاعد يحقق المنامة مو بيديد بس بعد نقدر نعتبره دليل. أحيانا كلمة، موقف، إشارة تخلينا نحس بالتقدير. أنا لازم أنشر كل الأمور عشان الناس تقتنع. مثلا لازم الولاء المطلق نادرا ما نشوفه، مو من طبيعتي إن أنا أروح أتبلع على الإنسان. واللي قلناها اليوم يمكن يتغير في ثانية، والثانية عند أهل السلة تغير قدر.